بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معادنا النهاردة مع الدرس 20 من دروس البي اتش بي. هنتكلم عن بعض الدوال النصية string functions، زي الدالة اسمها strlen. الدالة دي بتقيس طول السلسلة النصية. يعني ايه؟ انا عندي متغير هنا، المتغير ده اسمه text، هحط فيه جملة معينة وليكن شريف، كلمة معينة. بعد كده ادي الدالة اسمها strlen. الدالة دي زي ما اتفقنا بتقيس طول سلسلة نصية معينة. طب انو سلسلة نصية معينة؟ انا عايزك تشوف لي التكست دي فيها قد ايه، كام حرف، وفي الاخر تروح تطبع. طب هيطبع ايه؟ يطبع لي الدالة ديت. طب ما تخزن الدالة ديت في متغير وليكن سميه لن. روح اطبع لي اللن ديت. لن اختصار لينس يعني طول. قال لي 6، يعني طول السلسلة النصية ديت كم حرف في اسم في كلمة شريف؟ 6 حروف. طب تعالى نزود، نقول له visit our site www.new-php.co.cc واقول له اطبع لي اللين. طلعت بكام؟ ب 32 حرف. على فكرة المسافات محسوبة، لو جينا حسبناها هنلاقي المسافات محسوبة. ده بالنسبة للدالة لين. بتقدر تجيب لي رقم، الرقم دوت يعني بتطلع لي في النهاية الاوتبوت بتاعها عبارة عن رقم. ايه الرقم ده؟ هو طول السلسلة النصية. بتعد الحروف والارقام داخل السلسله النصيه والمسافات والرموز، وبتطلع لي طولها قد ايه، اللينس بتاعها قد ايه. ده بالنسبه لاول داله. الداله دي هحتاجها بعد شويه. تعال نعطل الايكو دي علشان هشتغل حاجه تانية. هاجي مثلا هشتغل على داله تانية خالص اسمها الاس تي ار بوزيشن. ايه الاس تي ار بوزيشن دي؟ الداله ديت بتجيب لي موقع كلمة معينة في الجملة، يعني موقعها 17 18 20 وليكن. انا عايز موقع كلمة سايت دي. طبعا انا عشان اشوفها يعني اعدها بعينيا هقول 1 2 3 وهكذا، واعد المسافات عشان اعرف موقعها كام. هل 17 18؟ طب تعال نجرب. هقول له انا عايز اشتغل على الدالة اسمها str position ديت. دي هتاخد 2 بارامتر. البارامتر الاولاني هو النص بتاعي، اهو ادي النص بتاعي. البارامتر التاني هو الكلمه اللي انت بتدور عليها. طب ما تروح تحط الكلمه في متغير، حط الكلمه في متغير وليكن المتغير ده سيرش. قول له السيرش بيساوي الكلمه اللي اسمها سايت. تمام. طيب انت عايز تدور على ايه؟ انا عايز ادور على الكلمة ديت موقعها، موقعها ايه؟ يعني ايه الكلام ده؟ روح اعمل لي ايكو، اطبع لي الدالة. طب ما تحط لي الدالة دي متغير وليكن هسميها position بي او اس. روح اطبع لي ايه؟ اطبع لي البي او اس. يعني ايه يا جماعة؟ احنا اتفقنا احنا عندنا دالة اسمها اس تي ار بوزيشن، بتحدد لي موقع كلمة معينة في الجملة او حرف معين موقعه ايه، رقمه كام. طب بتاخد 2 بارامتر. ايه الاتنين بارامتر دول؟ البارامتر الاول اللي هو النص بتاعي، والبارامتر التاني الكلمة اللي انا بدور عليها. طب فين الكلمة؟ اهي الكلمة سايت، انا حاططها في متغير عشان اشتغل صح، يعني شغل بروفيشنال. يعني الافضل ان انا بشتغل ما احطش الكلمة، لا احط متغير، بحيث ان انا وانا شغال ممكن اغير الكلمة زي ما انا عايز. بدل ما اخليها سايت اخليها مثلا www ولا حاجة، اخليها اور، اخليها اي كلمة من الكلمات اللي فوق ديت. طب روح اطبع كده. قال لي 10. اذا الكلمة ديت طلعت ايه؟ طلعت اللي هي كلمة سايت ديت. روح دور عليها هنا هتلاقي موقعها العاشر. يعني ايه موقعها العاشر؟ موقعها العاشر يعني اول حرف منها هو العاشر. بدليل تعالوا نعده، ادي 1 2 3، لا اسف 0
هي عبارة عن مصفوفة بتبدأ بصفر، صفر واحد اتنين تلاتة أربعة، والمسافة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة 10. فعلا فعلا 10، زي ما احنا عدينا بالظبط. ببدأ من صفر يبقى ده موقع العاشر. طيب روح عدلي مسافة سايت، شوف هيجيبها لك ازاي، هيجيبها لك التاسع. فهمت الفكرة ماشية ازاي؟ يبقى هو عد من اول هنا، عدل لي المسافة اللي قبلها. اذا المسافة هي اللي تاسع مش السايت. يعني ايه؟ بيعد من اول حرف في الكلمة. تعالوا ناخد حاجة تانية بدل مسافة سايت، تعال نخلوها اي كلمة تانية، وليكن نحط جملة معينة www.newphp.co.cc. الجملة دي هيجيب لي موقعها ازاي؟ بأول حرف منها، أول حرف اللي هو الدبليو الأولانية، طلعت الـ15. طب عايز تتأكد، حط مثلا قبل دبليو هنا، حط مثلا خمسة، وحط هنا خمسة، محصلش أي حاجة خالص، جاب لي نفس القيمة 15. اعمل مسافة هيجيب لي كام؟ الـ14. فهمتوا يا جماعة البوزيشن معناها ايه؟ بياخد الجملة كلها ماشي، وبيجيب لي اول حرف او اول رقم فيها او اول مسافة فيها حسب ما انا شغال. هنا بيجيب لي طبعا اول حرف اللي هو حرف الدبليو، وهو ده البوزيشن بتاعه، هو ده البوزيشن بتاعه زي ما احنا شايفين. يبقى اذا احنا كده عشان نراجع مع بعض، احنا كده خدنا دالتين. الدالة الأولى اسمها STR لين، بتقيس لي طول السلسلة النصية، وبتجيب لي إيه؟ بتجيب لي طولها. أهو تعالى نعمله بس PR عشان نشتغله صح. بتجيب لي طول السلسلة النصية، أنا السلسلة النصية اللي أنت بتحطها له، اللي هي التكست دي، اللي هي الجملة ديت. قال لك طولها قد إيه؟ أهي طولها 32، ده بالنسبة لطول السلسلة النصية. بتحتاج بارامتر واحد، البارامتر ده هو بس النص اللي انت عايزه. عايز تبدل دي واكتبها شريف، اكتبها شريف، هيقول لك شريف بستة، بس مفيش اي مشكلة خالص. طب المثال التاني بتاعي ده، ده بيحدد لي البوزيشن، موقع الكلمة او الجملة في موقع الكلمة او الحرف في الجملة كلها او في النص كله او في المقالة كلها. طب الدالة اللي اسمها STR position دي بتحتاج ايه؟ بتحتاج اتنين بارامتر بقى المرة دي. البارامتر الاول هو النص بتاعي كله اهو، والبارامتر التاني هو الكلمة او الجملة اللي انا بدور عليها، واتفقنا بيبدأ يعد مع اول حرف فيها. ده بالنسبة لدالة ال STR لين ودالة ال STR position. وكده نكون انهينا درس النهاردة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.